السلام ومرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم جبت لكم أستوس جديدة سهلة مهلة كما العادة نقضي بها عن المال. الحاجات اللي باش نتحقوا لها سهلة ياسر: كيس ماء، كيس سكر، والماتير برانسيبال هي البوراكس و سكون أبل لاسيد بوريك. لاسيد بوريك تلقاوه في اللي كان كيوري نورمالمون في تونس، اللي هو اون فورم دو بودر كيما هكايا، كاينو لي سيف معناها نتاع حوايج. المهم واش نستحقو زيادة كسرونة باش نحطو فيها هذوما كلهم مع بعضهم، نحركو بالكدا 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 حتى لين تذوب. انا ديجا عملت ونطيبو نطيبوهم حتى لين يغليو مع بعضهم، وبعد ما يوصلوا لل يغليو نزيدو نخليهم حكاية 3-4 دقائق. اون فوا تعدى الوقت هذاك نطفيو الغاز، نخليو السوليسيون تاعنا هذه تبرد بالكدا، وبعد ما تبرد باش تولي لنا حاجه كيف ما هكايا. هذايا لو برينسيپ نتاعها مش انه باش تقتل لنا النمل سور لو شان نو، مي بيسكو فيها السكر لما تحطها في البلايص اللي كيما نقولوا بحذا السكر بحذا العسل، البلايص اللي معروفين يمشي لهم النمل، والا كان شفت انت الحفره اللي داخلين منها تحطها بحذا الحفره قد قد، هما باش يمشيو ياكلوها بيان سور، ويهزوها معاهم للحفرة متاعهم وللكوين متاعهم، ويموتوا فرد مرة كلهم غاديكا من غير ما يرجعوا. دونك اللي بشكل من هذايا اون فوا هزوها الغاديكا يلفون اتر كونتامينيه معناها الكل ويموتوا. هذيك علاش معناتها كي باش تحطوا لا سوليوشن هذايا باش تشوفوا برشا نماء، خاطرها الفاليزا تيغي بيسكو فيها السكر ايتو، لكن ما تصبروا شويه الحكايه كلها 24 ساعه. انا اللي عملتها كيما نقولوا العشيه، من غدوه الصباح نو في الليل نلقى الدنيا معبيه بالنماء، من غدوه الصباح نلقاهم يمشيو على رواحهم بدون رجعه كيما نقولوا. دونك نحطوا لا سوليوشن في حاجه كيف ما هكا اللي تشد لنا معناها لو ليكيد ما تخليش يتبزع، مي اون ميم طون ماهيش عاليه برشا باش النماء اللي نجم يدخل لها. دونك نحطوا هكا مش كي تنجموا تشوفوا هكا جست شوية، ونحطوها كيما قلت لكم كان تعرفوا الحفرة وين نتاع النمل، والا تنجم تحط في الاتاجير وين انت معاها ريتهم، تحطوهم هكا وتخليهم لو لوندما تلقاو شوية كعبات نمل لاصقين بوتيتر فيهم، لكن اهم حاجة ما عادش يرجع النمل. لكن اونتر طون قبل ما تحطوا الحكاية هذيا لازم تنظفوا بالكدا بالكدا الكونتوار نتاعكم والتراجيكتوار نتاعهم، على خاطر هما يسيبوا كيما اون ماتيير احنا ما نشوفوهاش بالطبيعه، لكنها تخدم كاينها ان سينيال للنمالات الاخرين باش تقول لهم هيا تبعونا راهو هذيا عندها ماكله بنينه ولا برشا فتفات ولا وراب. المهم هذيك هي لاستوس تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تعجبكم. كان عجبكم الفيديو ما تنسيوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب على القناة نتاعي. ميرسي بوكو، باي باي.